يتزامن تشغيل التيار الكهربائي في محافظة الحديدة الساحلية لساعات محدودة باليوم مع قرار لمؤسسة الكهرباء بتحديد سعر مرتفع للكيلووات يفوق قدرة المواطنين على تحمله في ظل الحياة المعيشية المتردية. لطالما عانت محافظة الحديدة كثيرا وما تزال من غياب التيار الكهربائي في منطقة ساحلية، تكاد تكون الكهرباء هي الأكسجين المهم بالنسبة لعامة الناس. اليوم استبشر الناس خيرا باستئناف مؤسسة الكهرباء العمل والبدء بتشغيل الخدمة، على اعتبار أن تكون تسعيرة الخط الساخن الخاص بالتجار والمؤسسات 80 ريالا للكيلو الواحد، وتسعيرة الكيلو الواحد للمواطن هي التسعيرة الأولى التي تتراوح 17 ريالاً، ويبقى الآن هو توفير مادة المازوت حتى تستمر الخدمة. الآن هي بثمان ريال، هذا بالنسبة للخط الساخن، أما بالنسبة لهذا المنزلي فهو ثابت كما هو السعر حقه 9 ريال. كهرباء في الأماكن 10 بيكون يعني أثره كارثي على المواطن، وفي الوضع الحالي لا يستطيع المواطن أن يتحمل مثل كذا قرار. احنا بدأنا شغلنا الوحدة الأولى تحتاج إلى 170 طن يوميا، بتنتج يعني ما يقارب من 15 إلى 23 ميجا، فبدأنا ب 15 ميجا، الآن تأخرنا في نقل المازوت. المؤسسة العامة للكهرباء تقول بأن استئناف الخدمة يكلفهم الكثير من الجهود، ويتهمون أصحاب المولدات الكهربائية التجارية بتدميرهم للشبكة نتيجة استخدامهم لها بطريقة عشوائية خلال الفترة الماضية. الشبكة الذي نعاني منها، انظر هذا الشبكة الحين عند المولدات التجارية، الآن عندما نتصل للكهرباء يجي إصلاحات الأعمدة الكهرباء الرئيسية لا يستطيعون يطلعوا على الأعمدة نهائيا. بالنسبة للمولدات الخاصة هي في الحقيقة خففت معاناة الناس، لكن بقدر ما خففت معاناة الناس إلا أنها أنهكت مؤسسة الكهرباء وأرادت تدمير البنية التحتية، يعني تخريب منظم لشبكة الكهرباء. المواطنون يعتبرون استئناف التيار الكهربائي أمرا إيجابيا، ولكن تبقى الكثير من الجوانب التي هي بحاجة إلى إصلاح واهتمام حتى تتوفر الخدمة بشكل جيد. فرحونا هذا الأيام الأسبوع اللي راح 7 ساعات في اليوم، وبعدها وهي بعد الأسبوع الآن حوالي مقارب 9 أيام كهرباء طافي. إحنا فرحنا ذا الحين في الخط الساخن إنه علشان يخففنا من أعباء الديزل، لأنه كل شوية ينعدم أو يرتفع سر يعني فوق الطبيعي. هذه المنطقة حارة، المفروض إنه يعني يعملوا لها كهرباء، يعني حالة استثنائية يعملوا ليه كهرباء حق الدولة بسعر، أو حاضر أصحاب هذا يعملوا لهم سعر محدد يعرفوا الناس يعيشوا. احنا الان مستعدين، المواطن بيده اعاده التيار الكهربائي. احنا الان الوحده الاولى شغال، الوحده الثانيه والثالثه جاءوا مهندسين من صنعاء لاختبار الوقايه، الان معنا الوحده الرابعه نصب البيرنجات، وصلوا مهندسين من محطه المخاء من اجل تشغيلها، يعني معنا ما يجي الصيف القادم الا والكهرباء ان شاء الله يعني على ما يرام في محافظه الحديده. بس بماذا؟ بتعاون الجميع. يشار إلى أن الكثير من أبناء الحديدة كانوا قد لجأوا مؤخرا إلى الكهرباء التجارية، والتي كلفتهم مبالغ باهظة، حيث وصلت التسعيرة الأخيرة للكيلو الواحد 200 ريال، ولذا استئناف مؤسسة الكهرباء للخدمة سيضع حدا للكثير من التكاليف والكثير من الهموم والأعباء التي تحملها ويتحملها المواطن على المدار.